محمد المديمي، مرحبا بك. سي حميد شكرا لك، شكرا للطاقم ديال موقع بديل الاستضافة. الله يحفظك سي محمد. سي محمد كتعرف على انه اليوم لا حديث للمغاربة الا عن اعتقال محمد مبدع. محمد مبدع وزير سابق، هذه مهمة جدا، واحد من القيادات ديال الحركة الشعبية. سؤال مباشر سي محمد المديني، ما هي الدلالات بالنسبة لكم انتم كحقوقيين لاعتقال واحد من هذا الوزن السياسي في هذه الظرفية بالضبط؟ أولا دائما كالرأي الوطني والدولي ما يخص مجموعة من المنظمات الدولية يطالبون السلطات بربط المسؤولية المحاسبة. كذلك كانت خطوة أريحية صراحة، بغينا نشوفوا رئيس حكومه سابق معتقل، بغينا نشوفوا وزير معتقل، بغينا نشوفوا مناديب وعمال وولات ان ارتكبوا جرائم يعاقب عليه قانون يكونوا معتقلين، شأنهم كباقي ابناء الشعب. السؤال مطروح، اعتقال مبدع، كاين مبدعات مبدعات لسنوات تنعرفهم، كاين المتابع حاليا 10 سنين هو متابع في جامعات وبلديات 15 سنه والاكثر من هذا كاع، حتى ان مجلس على الحسابات عزل مجموعه ديال المنتخبين في الولايه السابقه ديال الحكومه وعادوا الانتخابات ونجحوا، هو محكوم ونجحوا وتولوا زعماء الامور. الخطير الامر تلقوا مسؤول منتخب محكوم بعقوبه سالبه للحريه على اثر ارتكاب جنايه ديال التبديد ونهب المال العام وجرائم ديال الغدر، وتيتقدم الانتخابات وتيدوز الاقامه المسؤوليه في جماعه او بلديه وتيولي يتحكم في التنميه في الصحه في ميزانيه ديال الامه ديال الناس، محكوم بالسجن باسم جلاله الملك وتيحكم في التنميه. بالتالي الى بنت المعنى في قبل تما نقولوا حم مراكش، الا بانت المعنى الفائده في التكرار. هذا شفار، مسؤول شفار، المغاربه عرفوه شفار. علاش غيتقدم الانتخابات؟ علاش المجلس على الحسابات عزلوه في وقت مضى وتنعاودوا نجيبوه حنا؟ فين كاين المشكل السي محمد؟ هذا اشكال. واش مشكل فراغ تشريعي؟ لان المشكل درعوا بحال مثلا مؤخرا كيكونوا شي محكومين وما كاينش عندهم حكم انتهائي مبرم، تيقول لك وباقى المسطرة سيدي من حقه. واش كيبان لكم انتم كحقوقيين ان الاوان حتى على مستوى التشريع يكون نص هكا واضح يكفيك سيدي تابع من طرف قاضي التحقيق او لا توجه لك النيابه العامه او لا مدان ولو مؤقتا ما تمشيش للمال العام؟ راه تما الكبرى سي حميد، هاد الجهه اللي بغات تشرع النص هي الجهه اللي سحبات، هي الفاسده، هي الجهه اللي سحبات القانون ديال الاطراء المشروع. صحيح، بمعنى هاد الجهه اللي بغات تحرص على السلامه والسير العادي للمؤسسات واستتباب الامن، مثلا نقول الامن ماشي هو البوليس في الشرطه، راه كاين الامن الصحي، الامن الغذائي، الامن التشريعي، نكون انا مرتاح. اما باش يخرج على برا يبان لي الصافيات هما غادي نقول كاين الامان، لا كاين الامن المرض، كاين الامن خروج تقاعد، كاين امن في الصحه، في التعليم، في القضاء، في السكن، في الحقوق السياسيه، كاين امن بواحد المستوى في المغرب صراحه. المستوى الصحي الغذائي، على المستوى الصحي كاين رده حقوقيه، تنقولها دائما وقلتها في مجموعه ديال المناسبات، كاين رده حقوقيه خطيره وغير مسبوقه. كاين تراجعات لما كرسه دستور 2011، حتى كاين تخلي اما بنيه مبيته او بتعليه، وكاين منجزات، كاين انا جايك العافيه قول لا عرفتي علاش حبستك سي محمد؟ ولا عندنا واحد الخطاب خطير جدا دابا، خاصك تقول لهم راه كاين المنجزات عاد هضر. كاين واحد الجماعه تكونت في المغرب خطيره جدا، مثلا كيقول لك حريه التعبير في المغرب مشيتي للدستور، ملي كتبدا تعبر تيقول لك الاحباط، تيقول لك التبخيس العمل، تيقول لك الفتنه، الفتنه راه واش انا راه ملي تنغوت تيقول لك بلغ على الجرائم، ملي كتبلغ كتمشي للحبس، تمشي للحبس. راه ملي تنقول انا اودي كاين الخلف اداره ماشي عندي واحد تنزرع الياس ابدا، راه غير على هذا البلد، راه غير على الوطن، راه بغينا الاصلاح. اما اذا كان شي حاجه انجاز راه هذاك هو السليم، هذيك هي القاعده. راه ملي تخلص وزير ولا مدير ولا رئيس حكومه في شي منصب راه عنده ربط المسؤول المحاسبه، راه كاين برنامج حكومي دارته حكومه، كاين قوانين خصني نزل على ارض الواقع. بمعنى واش غدا الى جا مول الضو خلصتو وشعلت الضو في الدار واش خصني نقول شكرا؟ راه هذاك الضو خصو يكون عادي، راه الماء خصو يكون في الروبين عادي، ماشي نتداو في الصحه وخصني في السبيطار نتداوي عادي. عطيني شي مبدع، بغيت شي مبدع، كتعرف شي مبدع هنا؟ كاين مبدعات في مراكش، شي مبدع في مراكش، نعطيك مبدعات في مراكش كثار، كاين كوفان دو الملايير الصرفات العمده السابق ونوابو كاينين في جماعات الحوز وقلناها وفتح واحد القوس، عمرنا ما شفنا شي حقوقي في العالم باسره يحاكم
ما بغيتش نخسر الملف ديالي ولكن كلمه تيتحاكم على ملفات تبنى مكزوطه حقوق الانسان وتحكم لي ب 90 مليون كيتحكم عليه ب 90 مليون مطالب مدنيه لمن لهذوك المفسدين اللي فضح بمعنى سير دو سجن عامين ونص وخرج وعطيه 90 مليون لمن هذوك الناس اللي كتبيو انا عند الوكيل العام او النيابه العامه وتابعتهم خصني نعطيهم 90 مليون وهم متابعون عن القضاء متابعون رئيس جامعه القاضي عياض شكيت به للسيد الوكيل لا ماشي انا جابوا لنا شكون هذا عبد اللطيف الميراوي وزير حالي وزير التعليم الحالي انت اللي درتي به شي انا درت به شي مركز الوطن لحقوق الانسان المركز الوطن لحقوق الانسان قبل ما يكون وزير المركز الوطن لحقوق الانسان تسلم شكايات من موظفين واساتذه ديال الجامعه لان هما اللي عندهم الكيفيات ديال اطلاع الميزانيه وديال التدبير المالي والبيداغوجي قبلنا داك الملف حنا للسيد الوكيل لا بحكم اختصاصه قلنا ودي توصلنا بشكايات من عند الناس هكا السيد الوكيل العام احال بدوري على الفقه الجهوي والشرطه القضائيه فتحت بحث استمعوا لي قلت ودي انا ما عنديش الاليات باش نعرف الميزانيه فين مشات او الميزانيه لان كاين داك النظام ديال 0100 المنظم القانون المنظم للتعليم العالي التي يعتبر العميد الكلية أو رئيس الجامعة هو آمر بالصرف وطبعا رئيس الجامعة أو عميد الكلية يتبع القرارات ديال مجلس الجامعة أو مجلس الكلية فتحت الفقه الجهوية تحت إشراف السيد الوكيل للمحكمة ديال سيناف بمراكش بحث لقات اختلالات السيد رئيس الجامعة ديال القضائية تشكي به شكايتين هو أي النيابة العامة شكايتين تيقول فيهما ودي ان محمد الماديمي الشكايه الاولى هي هذه الشكايه الاولى بلاتي سي محمد عافاك دابا هذا وزير التعليم هذاك دابا عندك سي الميراوي دابا انتوما كمركز شكيتوا به قبل ما يكون وزير مزيان الشكايه كانت عند السيد الوكيل جرائم الاموال ديك اللحظه قبل ما يكون وزير كان ديك الساعه رئيس الجامعه بت فيها السيد الوكيل العام ولا باقي؟ راهي حاليا حال الملف على السيد القاضي التحقيقي اذا هو ولا وزير وسميته وشو وعليه شبهه وسط المحكمه الجامعه هي كاينه قرينه البراءه نعم ولكن حاليا راه الشبهه راه تيحقق عند قضيه التحقيق واخا هاد الشكايه هو منين دار بك الشكايه هاد السي الميراوي دار بك الشكايه قبل ما يقول القضاء كلمته للنيابه العامه شكا بيا هو على اثر ماذا؟ على مجموعه ديال الوقفات ومجموعه ديال التصريحات اللي صرحت في وسائل الاعلام ماشي بالشكايه الكيديه لا هذه لا هذيك الشكايه هذيك الشكايه الوكيل المحكمه ديال السؤال زعما حتى يتم الحفظ عاد لا ابدا كيشكيت به السيد الوكيل العام تزامن مع شكايه الوكيل المالي دار معك حكى الوضع المادي تيقول في الجورنال تيقول في الصحافه تيقول في الجورنال زعما ربما تسحب نسحب تماما اوكي وتمت وتحفظت الشكايه الغريب وفي الامر الشكايه اللي ضدك عند وكيل المالي تحفظت هاي يعني المستر تحفظت السيد الوكيل المالكي ولكن نهار كيشكي بيا لا الا ما معناها تحفظت معناها كلامك صحيح كلامي صحيح اذا النيابه العامه تلقائيا خصها تحل لك البحث بالتالي علاش مناش شكا بيا السيد وزير الداخليه خرجت الشكايه من الحفظ وضمت محمد المديمي كانت في الحفظ وتجبدت وتجبد من الحفظ وضمت محمد المديمي تنشرها بالكليه وتنسب الاساتذه علما ان المقالات ديال الصحفيه راه في اطار الصحافه والنشر وانا كان عندي صفه ديال رئيس مركز الوطن لحقوق الانسان واخا باش من اللي بنشير شي الجرائم ترتكب انا تنقول هذا قناعه خاصه اذا كان رئيس جماعه معين ارتكب جرائم ديال المال العام وتبديد اونه بالمال العام في جماعه معينه فقد اضر بجماعه معينه ولكن ملي تيكونوا جرائم مرتكبه في منظومه تعليميه راه الامر خطير راه فيه اخطر ما هو مادي دابا تبيع هو دابا حاليا الملف ديال جامعه القاضي عياد محال على السيد قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال كاين سريه البحث نعم التامس بطاي شنو ما عنديش معطيات ولكن نقول لك التهمه ما عنديش معطيات بالضبط لان الملف سري حاليا وثابت على انه حال على قضيه التحقيق الملف حاليا محال على قضيه التحقيق اسالك سؤال وندوزو لهذا وهذا الاشاره ان النيابه العامه ملزمه باحاله الملفات ديال بالمال العام على قضيه التحقيق ملزمه النيابه العامه اي شكايه تتخص النائب او تبديل المال العام تدي النيابه العامه بحث ديالها ومن بعد تحيل لقاضي التحقيق تيكون مكلف بالبت في جرائم المال العام انتم كحقوقي سي محمد دابا حنا مؤخرا كنناقشوا هاد رؤساء الجامعات كيحكموا وهما محكومين او لا غير شبه هاد العمليه ديال تلقى وزير انا كنهضر على وزير راه انسان ماشي عادي يعني وزير كيجلس مجلس حكومي في مجلس وزاري هو وجه ديال البلاد على المستوى الحكومي كيفاش كيبان لكم هاد الصوره ديال واحد يكون في غرفه جرائم الاموال وفي
في نفس الوقت وزير هذا الشو للاسف هو نبع الاحزاب تستقام مجموعه ديال الاشخاص اللي تيسؤوا البلاد وتوادي من الباب ديال الغيره الوطنيه. ها الوطنيه هي هذه؟ لا ولو تقول اننا نبقاو حدود الشبهات ما نتهموش السميراوي. حنا ما اتهمنا السميراوي بانه بالمدرك حداد دائره الشبهه. اول حاجه كان عندي واحد المعطى هو ان السي عبد اللطيف الميراوي جا في 2008 في اطار التعاون بين جامعه بلفور الفرنسيه وجامعه القاضي عياض، وكان تخص ليه شي مرسوم. كان عندي واحد الوثيقه ان وزير التعليم العالي السابق الدودي دار لي 7 مليون، بمعنى ان رئيس الجامعه حسيتنا تياخذ 7 مليون. عين من منين؟ دار لي مرسوم تياخذ 7 مليون في الشهر منطق، وهو جا في اطار التعاون بين جامعه بلفور وجامعه القاضي عياض. هذا واحد. زوج، ما كاينش شي منصب مالي سميتو رئيس جامعه او عميد كليه، دائما تبقى عنده المنضى ديالتو الاصلي كاستاذ. نهار تيكمل ديك المهمات 4 سنين تيرجع كاستاذ جامعي، عنده التعويض نعم المسؤوليه او السياره ولا عطوه الدار، ولكن ما كاينش عندك 7 مليون في الشهر، ما عندهاش شي مسوي قانوني. نسولك سي محمد واحد النقطه ديال الاحزاب والفساد. حزب البام، حزب ما كنستهدفوش، عندي غير واحد السؤال. حزب البام مثلا اللي مات سي عبد الوهاب الفقيه كالتحق بالبام وكنعرفوا ملفات الفساد كثيره اللي كان متابعها عبد الوهاب الفقيه، رئيس الفريق البرلماني ديال حزب البام اليوم حتى هو يتابع امام غرفه جريمه الاموال. قيادي بارز اللي هو عبد البيبيوي ديال الشرق رئيس الجهه حتى هو كاين حزب البام. علاش هذا الوجه الوزير الوهبي راه كاش؟ علاش حزب زعما هذا الحزب هذا واش ما كيبانوش تما كحقوقيين؟ علاش كاع 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 عباد الله الفساد في الجامعه هنا ديال 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 مراكش؟ كثرت اسماء في الجامعه مؤخرا في الوكاله الحضاريه، كيفاش تم الاستقاله ديال مدير الوكاله الحضاريه؟ جامعه مولاي يوسف اعتقد كذلك، سيوس بن علي، سيوس بن علي كذلك مراكش. انتم كحقوقيين معاك شي تفسير لهذا البام؟ ونمشي معاك في قاع الساغنه متابعين مداني مسؤوليه ديال البام، ديال البام، ديال البام في الحوز كذلك، ديال البام، ديال البام. بالتالي البام دابا كان في واحد الوقت معين يقال يقال انه حزب الدولة، حزب الدوله كاع كيتخزنوا تما، كيتخزنوا تما، وكان ارتحال سياسي ديال مجموعه ديال الناس اللي كنتم عجينا هربوا بحزاب معينه او تم استقطابهم وتم وجوه البام. ما يكونش حتى السي وهبي لانه بانت في الرساله ديال اولا في المحطه ديال ديال عبد الوهاب الفقيه ربما كانت وعود اللي عنده شي مشكل في القضاء نحلوا له. انا من لا زعما واش انا كنس انا نقول حاجه وحده، الذي يؤخذ على وزير ما تبقى من العدل، لان العدل راه حاليا استقال السلطه القضائيه، باش ما يقولوا لنا شي حاجه ما قلتهاش. وزير ما تبقى من العدل انه سحب قانون ديال الاطراء او الاغتناء غير مشروع من البرلمان. متفق معك. وهذه كانت صفحة. كانت صفعه لجميع المغاربه، وكانت شنو نقول لك توجه واضح لحمايه الفساد، لحمايه الفساد. وحتى واحد التصريح ديال وزير العدل قال تمر الامور من تحتها. وزير العدل، وزير العدل قال لها قال تنمروا شي امور من تحتها، فعيد خلينا نحلوا الامور بهدوء، بهدوء من تحتها او بهدوء بحال هذه العباره. كيفاش من تحتها؟ شنو زعما من تحتها؟ راه باينه، راه حنا مغاربه وهلو مكادر بشعابها. كاين شي امور تتحل علنا وشي امور من تحتها، اما لغه التليفون ولا لغه كيما امتحان ديال المحاماه راه مزحوا صحابو وصحاب صحابو الى غير ذلك، ولا الشعب راه مساكن تيموتوا في اضافه الطعام. اذن هذوك نجحوا من تحتها نيت، وما كاين لا بحث والو. النيابه العامه عندها الشكايه ديال هذه الفئه المستهدفه من الشعب المغربي اللي هم ابناء الفقراء. لا ذنبهم الوحيد هو انهم ما عندهمش والدهم فقراء وتقدموا لمهنة المحاماه، وما كاينش اللي يوقف معهم غير الله سبحانه وتعالى. انتم كحقوقيين السحب ديال القانون الاطراء غير المشروع هو حمايه للفساد، هو حمايه للفساد، وهو تحقير عقل الله يخليك السي حميد النقطه هذه، تحقير الاتفاقيه الدوليه اللي وقع على المغرب في 2006 لمناهضه الفساد. راه ما يمكنش الدول المغربيه توقع اتفاقيه ديال مناهضه الفساد. هذه مهمه السي محمد، ما يمكنش الدول المغربيه وقعت اتفاقيه، والاتفاقيه الدوليه ملزمه ديال مناهضه الفساد. تماما. وكاين الاتفاقيه الافريقيه. هاني جايك السي حميد. الاتفاقيه الدوليه، الاتفاقيه الدوليه التي توقع المغرب او غير المغرب هي ملزمه، والاتفاقيه الدوليه تسمو على القوى الوضعيه. غدا نبدلو القانون الجنائي حنا بيناتنا، غدا نحيدو قانون التعمير او نحيدو قانون الصحافه. ولكن لا ما يمكنناش غدا نعدلو اتفاقيه ولا نتذكروا ليها. نتذكر واحد الاتفاقيه درنا مع ديال الاتحاد الاوروبي، كناخذوا اموال طائله في الاتحاد الاوروبي، وما تندفعش على الاتحاد الاوروبي، ندفع على بلادي انا مغربي، ندفع على بلادي، تناخذوا اموال طائله من الاتحاد الاوروبي.
في التنمية وحقوق المرأة وحقوق الطفل إيه غير ذلك. وهذه البرامج ما تنزلش عرض الواقع حتى كانوا بعد المؤاخذة مجموعة من الاتحاد الأوروبي يؤاخذون اتفاقية الدول ما تفعلاتش. كيفاش 2006 بنسيني أو 2007 بنسينيو اتفاقية لمناهضة الفساد حتى أن القانون الجنائي يوفر الحماية للمبلغين والشهود مبلغين على الفساد والشهود. تيجي مواطن حماك انت القانون؟ ما حمانيش القانون. شو داروا؟ انا لم احضى بمحاكمة عادلة. شو داروا كتا؟ داروا لي استحامي بين قوسين محاكمة بحمارة. بلغتي؟ اه بلغتي. بلغتي في الجورنال والخطيب الامر. داروا كتلا كل كرموس؟ والخطيب الامر شمي في ديالي وقسم لك بيلا اكبر معتقل محمد المديني. هي رسالة الى حقوق الشرفاء. رسالة اللي بغاو دولة الحق والقانون. عطاو رساله محمد المديمي. ولكن شنو ربحوها انت باقي كتهضر؟ انا بغي نشوف هذا الاعتقال شنو فيه الربح. انا كنعرف المديمي كنعرفك انا هذه شي سنوات وخرجت لقيتك باقي هو هو. انا غادي نقول لك اكثر زعما شنو ربح لك. انا كنت نغوت طبعا للدفاع عن دولة حق المؤسسات وايمان مقدسات الدولة اللي وجدت الملك الله يطول عمره ومشيت للسجن وتندير اضرابات للطعام وتنصفت للمدير العام للامن الوطني ورئيس الفرقه الوطنيه وتنصف لجلاله الملك تقوم إفادة لجنة استبعدوا في السجن. في كل المشكلة سي محمد فهد وعندي معطيات خطيرة على السجن سي مزيان إذا ما سكتش بعض الملكيين الوطنيين في البلاد وكيمشيو للحبس ملكي وطني ماشي سارق ما والو كيتفركت لا ولي جميل شنو هو لا فين في بغينا نفهموا فين كاين فين كاين الخلل علاش ما كيتحموش الملكيين في المغرب اخو كاين واحد القضية خطيرة جدا خطيرة حتى ما بغيت نشكك في بعض المؤسسات وبعض الأشخاص تصورنا تيخرجوني من المحكمة وتيقول لي اعترف وغادي يكون خير. باش تعترف؟ نعترف انا تنحرض على الوحدة الوطنية. نجي تيخرجني المحامي ديالي تيقول لي كنت عند وكيل الملك وتيقول لي خرج. الجلسة واعترف راه قال لك وكيل الملك غادي يكون خير. بمعنى منين نجي نعترف انا تنحرض على الوطن ديالي راه خصني نخرج من السجن وغادي نقلبه ونطهر. انا مسؤول قال لي اعتذر وغتخرج. زعما دابا المشكل هنا نسولك انت كحقوقي ملي تيكون واحد الانسان في وضعيه اعتقال يعني في وضعيه هشه الله يحسن النفس كيجي واحد وكيعتذر ولا كذا واش كيبان واش ما فيهاش قسوه زعما كيف كتحس؟ تتحس ان هذيك اللحظه موقف والله تحس ان جهات اقسم لك بالله حتى هذا قناعه عندي ماشي احساس جهات تتحاول تهرب المغاربه من المغرب ديالهم جهات معينه تحول تكره البلاد وتخرج على برا ودير دعاوي انا شحال من حضرت مع مولود مسعود تيقول لي راه عندك المديمي حق باش يدير دعوه ضد المغرب وانت ما ديرش انا جايك تنقول علاش تيقول لي لا يمكن لك تدعي الحكومه وتدعي وزير الداخليه وتدعي وزير العدل وتدعي السي رئيس النيابه العامه لان حكموك في اطار ملفات حقوقيه وانت رئيس مركز الوطن لحقوق الانسان وعندك الصفة. دابا انت عندك الصفة وحكمك شخص. اه. انا الملفات كلها هي تبنى المركز الوطني وعندي الصفة. اعطاني الصفة طبعا دائرة الحرية العامة ودائرة ملكي وعندي وضعية قانونية نظامية وتنجيبوك تحاكموك بشكل خاص. بلاتي نسولك. الخاتم الامر. انا ما كيعطينيش الويطا مزيان السي كنقاطعك وما تقلقش مني. دابا انت حقوقي ورئيس مركز رئيس مركز. تصور عندك رئيس مركز حقوقي وعندك صفه وكيحاكموك كشخص مثلا الحاله ديالي انا هذا واحد الجلسه حتى انا صحافي وكنطلق الخدمه ديالي الهاتف جزء من نشاطي المهني تماما وتحاكمت بالتليفون اللي هو خدمتي بغيت نسولك هاد المسؤولين في البلاد هادو اللي كيديروا بحال هاد الخدمه واش ما كيراعيوش التبعات ديال هاد المحاكمات واش عندهم شي ضمانات واش ما قاريش القانون واش ما كتهموش مصير البلاد؟ كيفاش انت حقوقي وتتابع بمربابة؟ انا السؤال اللي بنجاوبك نجاوب سؤال شنو هي الغايه نعيطوا للمعارضين الدول المغربيه مغاربه خرجوا في ظروف معينه حقدوا على الوضع حقدوا على البلاد حقدوا على المنظومه وهربوا بريطانيا كندا المانيا فرنسا ما هي الغايه؟ ندخلوا واحد ونخرجوا 200 ندخلوا نورزينو شكون نورزينو؟ هذاك المثلي نورزينو ندخلوه ونهربوا 600 ديال الناس
وطنيين كندخلوا مثلي تندخلوا مثلي وتنهربوا 600 ديال الناس وكنهربوا 600 وطني 600 ديال وطني كيحبوا ملك البلاد عندهم قناعه بهذه البلاد عندهم غيره في هذه البلاد يناضلون في ظل ثوابت الدوله مقدستها. اطار هذه الكلمه ثاني وكمل. كاين واحد اليماني انا ما كنعرفه صراحه والله العظيم غنقول لك السي محمد ما سمعته قبل يومين. تلاقيت واحد الطالبه قلت لي حميد هذا يماني قلت لي كاين فيديوهات باقا في اليوتيوب كيسب الملك وكيسب الوطن قلت لي كاين كيوثق اليوم قالت لي جا هو اللي غيدافع على القضايا الوطنيه المغربيه. قلت لي وحنا وطنيين ما فهمنا والو. قلت لي كيفاش يسمح لهذو اللي كانوا كيسبوا رموز بلادنا اليوم يستنجد بهم للدفاع على قضايانا كما قلت التلميذ اللي غيدافع على القضيه. واش حنا ما عندناش اللي دافع الناس اللي عندهم يعني شرعيه وعندهم لماذا اللجوء لهذه الاصوات؟ واش كاين شي جهه باغيه كما قلت انت تقرا؟ انا قلت لك عندي قناعه دابا وصلت قناعه ان جهات معينه ما نقولش اجندة ولكن بعض المسؤولين اشخاص اما نقول شكل فردي او اسلوب فردي تيحاولوا يقبضوا المغاربه وتيقبضوا تيبجغوا تيحيد من الوطنيه. راه بين قوسين اذا قبضتي كلب وعذبتيه غادي يكرهك لانه في خلق الله تعالى هو الكلب. بالتالي تقبضت مغربي وتبجغو بجغلي امو ودي لي مي في الاول ومي في الثاني ودي لي مينوط وطلع الكار لو كتعقر العائله تعقر شوي دابا التشهير مثلا والام والمس بالحميميه الاشخاص والام قدام المحكمه والعذاب الاني مع عامين ونص وخرج بحالك زعما اش درتي ليها؟ غيرتي قناعاتي ابدا. انا مغربي وطني افضح الشفاره كون وكيل كون وزير كون عامل كنتي شفار والله يترفضحك بغيت تدير لي الحبس عاود ديني الحبس. عندي ايمان جلاله الملك اعلى سلطه في البلاد راه اعلى سلطه يتساءل اين الثروه. ملي تمشيو للمحكمه تنقول لهم عباد الله اعطيني مبدعين انا اعطيك مبدعين انا عندي حاليا عندي رئيس جامعه بلا ما تسميه لا ما نسميهش النيابه العامه دابا كامل وشي السؤال والله الا خوف على البلد السي حميد والله العلي العظيم الا خوف على البلد بالله جالي كلشي حقوق المرتزق هادو عقود الزياد بجوج هذا عقد الزياد مقاليزي على بياض وهذا عقد الزياد الثاني مقاليزي على بياض كلشي حقوق يقبطوا ويديو ذاك الجماعه ويبيعوا ليه ب 50 مليون موقع هذا مقاليزي راه عقد الزياد هو السي حميد مقاليزي على بياض يعني سير عمر غدا انا غادي ندير لك في هذا عقد الزياد محمد الماديمي وهبي ولا نجيب شي افريقي مثلا وندير ليه لونسينمو ديالو وندير نقبض ليه شهاده ولا مغربي انا جاي قبض ليه شهاده السكنه ندير البريكاد الكوميساريه وقالت لك ناسيونال لان الجنسيه المغربيه تعطى اما تعتبر ظاهر ملكي. اسمح لي نقعد كل ما السي حميد دابا هذا رئيس جامعه موقع وخارج شكون اللي خرجت؟ اسمح لي السي حميد الله يخليك دابا الجنسيه المغربيه تعطى بشقين اما تعطى طبيعيا اما تعطى بظاهر ملكي لاجانب يا اما تعطى بشكل عادي لانه تكون تولدتي في المغرب وعندك عقود رسميه انك تولدتي مغربي بمعنى ان هذا عقد الزياد سمحوا لي نوريه للمشاهدين هذه صفتوا هذا بالمناسبه صفتوا للسيد المندوب المدير العام للعمل الوطني هادو غنصيفطوه للسيد اللي يقول لك شي حد تهز لي ولا هادو غنصيفطوهم هذه الايام القليله الى السيد المدير العام للامن الوطني السيد لطيف الحموشي بسميه المركز بسميه المركز علاش؟ خفنا غدا يجيبوا شي واحد داعشي دخلوا المغرب في وضعيه معينه ويقبط لي سميه معينه وكنيه وهميه وقد لك ناسيونال باش عرفتي انت هذاك اللي ولاد الحسن الدرهم في العيون وانا ديت هادو مكاشين دابا هادشي هادو مقاليزين على مقاليزين رئيس الجامعه على بغيتي يعني بيعوا شري فيهم رئيس وتنقول لي قبط هذا بيعوا ب 50 مليون هنا في مراكش اذا كنت انت دابا حبيب مهدا ورشرشي غدا قد لك صبري شي حاجه وكان قد لك الصومال ديالك وشكون اللي خرج هادشي؟ هادو المواطنين في الانتخابات يتباعوا هادو في الانتخابات عادي شكون الجامعه عادي؟ الجامعه عادي طب صلوحت وبالمناسبه كانوا 2017 مشاو شي 15 لواحد النيابه العامه عندها هادشي؟ انا ديت هادشي للوكيل العام محكمه ديال السيناف لا في الملف اللي كنتي كتحاكم عرفتي هادشي؟ هادو كانوا في الملف ودار شي كاين السيد الوكيل لا 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 بلاتي سمح محمد عفاك السي حميد اسمع عفاك السؤال ديالك عفاك السؤال ديالك لا كان نزيد ناكدوا لك ماشي خطير عفاك السؤال ديالك السي حميد وانت تحاكم هادشي كيف الملف؟ انا تتحاكم وتنقول السيد الرئيس المحكمه الابتدائيه والسي رئيس المحكمه ديال السيناف عباد الله شوفوا الشكايه اللي درنا برئيس الجماعه راه فيها مجموعات الوثائق اللي هما عقود الزياد فيها مجموعه ديال الوثائق ديال النهب وتبديل المال العام دابا هادو عقود الزياد
هالوطنيه المادي يحرض على الوطن، واش انا اللي عتيقود الزياد موقعين على شكون اللي يحرض على الوطن؟ شكون اللي يشكل خطوره على الوطن؟ شكون شي يبخس الوطن؟ شكون واش خطوره يبخس مؤسسات الوطن؟ بالتالي ملي كتهضر فمك تيقول لك تبخيس. بالتالي واش المغرب موقع اتفاقيه تقول هذه ملزمه للدوله هي حمايه المدافعين والمدافعين عن حقوق الانسان 2005 2006؟ دابا تيقول لك دابا شوف اخر الحيال ولا المكر اللي وصلوا له بعض الجهات اللي كتضر من هادشي. قال لك انت المديمي اللي خرجتي هذا الورق، قال لك انت سيدي كتعطي فرصه للجزائر وكتبين لنا خايبين هذا الورق اللي كيتباعوا بالملايين واللي كيقيسوا الامن ديال الناس والسكينه خزنهم. قال لك ما تهضرش علاش. كيفاش كتجاوب هذه العقليات هذو اللي كيقول لك ما تبقاش تبين هذا الشيء، راه الجزائر غيستغلوها ضدنا؟ غادي يجاوب قانونيا. اول حاجه عندك المسؤوليه القانونيه الى ما بلغتيش النيابه العامه في هذو، مسؤوليه عدم تبليغ الجريمه يعتبر جريمه. عدم تبليغ اما جون حول جنايه راه جريمه. هذا واحد. وحتى انك بعينيك تشوف بعينيك وعدم تبليغ راه جريمه. الا بلغتي انت وليتي بين متلاقاو السيدان تولي في مواجهه بينك وبين داك زمره الفساد اللي عنده الفلوس وعنده علاقات وعندك بعد اللي كيريحنكو، لا راه الفتنه في البلاد، راه الفتنه تيديرها هو داك المسؤول اللي تيدي هو اللي هو اللي يبرخ الوراق واللي تيلعب المال العام. وتيفك نعطيك مثال بسيط، دابا حاليا النيابه العامه حكمت للاستئناف مراكش فاتحه بحث مع 15 مسؤول بين سنه 2012 13 14 تولوا زمام الامور بالمديريه الجهويه بالصحه. هم متابعين، هم موضوع مساءله متابعين 15 مسؤول ورئيس عندكم هنا وقال لي مولاي يسمح لكم بثلاث سنين سبع سنين. لا مقاطعه سي اسمع لي كاين حكومه ثلاث سنين سبع سنين واش نقول لك حكومه سبع سنين واش نقول لك؟ طيب عبدو 15 عام هذه باش محكوم واش شي مراكش؟ والله اذا نقول الى استثناء على الباقي محاكم مراكش بعدا استثناء بحال هكا. علاش؟ اول حاجه مراكش هي المدينه التي تؤدي ضريبه السياحه. كيف؟ ضريبة السياحة تتجلى في شقين، تيكونوا هذوك لي سكروات ما تنقولش نعممش تيجيو بعد البلدان يا اما تبيض الاموال يبيضوا الاموال بحال تيمشيو للعواصم السياحية كما تنشوفوا في ديال لاكريم تيبيضوا الاموال وتيكون بزاف ديال الناس جنسيات مختلفة وتيكون ذاك الشق الثاني ديال البيدوفيليا بمعنى ان محاكم مراكش اكثر عددا من حيث اغتصاب اطفال وقاصرات سنويا وعندها احصائيات مراكش اكثر محاكم مراكش في اكثر الملفات ديال اغتصاب قاصرات. كاين ارقام حنا كنا في المركز الوطني لحقوق الانسان توصلوا ب 10 الملفات 15 في العام ديال الاغتصاب وتندير لهم محامون. ما تقولش هذا الشيء يقول لك يقول لك كتزرع الاحباط وتخدم الجزائر وتخدم الكرع يقول لك هكا واش الجزائر ما تقولش هذا الشيء. انا جدي عسكري وبا عسكري وتخدم الجزائر وخدمتي في القصر وخدم في القصر وبلغت على السارقه في وسط القصر وتضربتي وسط القصر وعندي واخا سيدي واحد المبدع اخر قلت لي عندك شي مبدع اخر من غير هذا مبدع الاول هكا كاين سيدي هذا رئيس جماعه السابق تا هو في طمسلوحتي بلا ما تسميه اما تا هو مبدع تا هو هذا تا هو مبدع وتا هو او تيدير تا هو كتاب السيد الوكيل العام سنه 2010 اش كيقول له؟ تيقول السيد الوكيل العام شكايه ضد جمعيه العمل الاجتماعيه لموظفي جماعه طمسلوحت تيبلغ في شخصي مبتلى قانوني هنجيك لا هذا مبديع تا عنده متابع ملفات مبديع اعطى رئيس الجماعه اعطى واحد دير تصفيه حسابات سياسيه تماما اعطى عرض باش دير واحد المجموعه ديال المنازل والسكن الوظيفي للموظفي او جماعه طمسلوحت واعطى 29 مليون 29 مليون تكالت الارض تقسمت بين مجموعه ديال المسؤولين اما في مسؤولين الارض هذه ما داتش العمل الشمالي لا ما تبنى فيها والو هذيك الارض ما تبنى فيها والو حتى ان التقرير ديال مكتب الدراسات هو عندي اللي يقول لي غدا شي عيد قلت هاي دي من ذاك التقرير هذا تقرير ديال مكتب الدراسات ديال مكتب الدراسات مكتب الدراسات ديال جمعيه ايه تماما ديال الجمعيه ديال الجمعيه هذا واحد تيقول ان هذه الجمعيه ما دارت الاشغال اللي دارت تما ديال الترافو ديال قروه الصرف الصحي غير مطابقه للاصل وكان مجموعه ديال الحفار وكان مجموعه ديال اشغال لا ترقى لابسط الشروط المنص عليها منين خرجت من عند من انت؟ من الجماعه في وسط الجماعه تماما وخذوها الناس الله يرحم باك الوقت تيسخنا وقلت لي الوقت انا نعطيك ملف ثاني انا عندي ملف خطير حتى هو لا لا بلاتي هذا هذه لا كملي هذه الله يخسر هذه ملي دار الشكايه هذا شو دار الشكايه؟ هذه الشكايه دارها رئيس الجماعه رئيس الجماعه من حقها وجه السيد الوكيل العام تحت اشراف قائد الملحقه الاداريه وشنو وقع فيها؟ ما وصلتش هاي ما وصلتش للوكيل العام هذه شكايه مؤشر عليها لم توجد حتى السلم الاداري السلم الاداري شكون تما لمن؟ هاي القائد ولا شنو؟ الى السيد الوكيل محكمه الاستئناف
الموضوع شكايه في اشراف سلم الاداري وهنا دائره حنوم ملحقات تمصلوح رقم 666 وما وصلتش النيابه العامه تدينا احنا الوكيل العام محكمه الاستئناف. قول له علاش شكون ما داهاش هذه؟ علاش ما داهاش؟ خاي صيفط العماله تما العماله بقات هنا 2010 الله اعلم ما وصلت. تكون شبهه عندها علاقه بالارض ولا شي حاجه؟ عندها علاقه بالارض والمستفيدين. لا عندكم انتم شبهه من حقك حق شبهات وكاين ما كاينش لا كاين شبهات شبهات وكاينين مجموعه عندي علاش الامور ما خداتش ربما بعض الموظفين استفدوا. السيد الوكيل العام استمع لي وعطيته اسماء خدامين في عمالات وفي جامعات واستفدوا. قلت له اللي خذا الارض هذا اللي خذا الارض قلت له الوكيل لمحكمه الاستئناف. شنو دار الوكيل؟ راه باقي في موضوع بحث باقي حاليا في المراكش. الوكيل العام محكمه الاستئناف ديال مراكش شحال فوقاش ديما قلت له قبل الاعتقال ديالي وقلت له محضر رسمي قبل الاعتقال ديالي شي عامين ونص تقريبا او ثلاث سنين. وشنو دابا انت كحقوقي ما عندكش في علم شنو وقع في هذا المسار؟ باقي السيد الوكيل العام في طي البحث لان المسؤولين لقاو شي خرج تقاعد شي مشى شي مات شي باقي يحيش يتنقل وضاعت الارض هي بقى وضاعت 20 والخاطر الامر عندي هذا ماشي غير مبدع واش ما نقول لك واحد المقاول تيخبط المرشيات في جامعه تمصلوح حتى هو مستفيد من الارض مقاول هذا برلماني برلماني ومقاول تيخبط الطرقات الشانطيات وتا هو استفد في الحي الصناعي في تمصلوح. لا ما تقولش هذه لا نقول لك لا كتخدم جزائر هذه ما تقولهاش تقول شي حاجه نقول لك اكثر عندي انا كتاب عندي سميتو كنيته مسجل بجريده رسميه بالجريده الرسميه للمملكه انه استفد في الحي الصناعي ها مقاول وبرلماني واستفد في الحي الصناعي استفد على ماذا؟ استفد على انه صانع تقليدي واعطاه بقعه نقول لك اكثر بلد ام زميز هذا دفتر تحملات كناش دفتر تحملات المتعلق بحق صيغ الاراضي الفلاحيه تابع لبلدية ام زميز الولايه السابقه ها هما وقلنا الوكيل العام ودار شي كاين الوكيل المحكمه الاستئناف ها هما تيكريو جوج عقارات العقار الاول فيه 27 كتار العقار الثاني فيه 29 كتار 40 عام شحال 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 العام الكتار 2500 درهم 2500 درهم الا مبلغ الكلاء سيد تحدد طبقا لنتائج العروض المقدمه واعتبارا للثمن التقديري المحدد من طرف لجنه التقييم المنعقده بتاريخ والموصى اليه في كناش تحملت 2500 مبلغ 2500 درهم قطار قطار 2500 درهم في العام يعني 29 عجيك شي الا كريتي بارتمان في مراكش كان ب 6000 درهم في العام 6000 درهم في الشهر لا الا حسبتي 29 هكتار على سوم اذا غتجيك 7 المليون في العام في العام يدير غا زيتون يصور واكثر من هذا 40 سنه قبل الجديد 40 عام 40 سنه قبل الجديد وفي بلديه وهذه ملي قلنا ودي شكون مؤشر هنايا؟ يوصل البطحاوي العميل هذا هو اللي مؤشر هذا هو العميل اش كبير هذا الحمش كبير ها هو كيتشارج انا ما بينو السيد الله يكثر خير والله يجازيه بخير الا دخل احتراف ولكن هذه وثيقتي يوصل البطحاوي قبل هذا 2500 درهم القطار في مجال حضاري تماما 50 ريال القطار 50 ريال القطار مجال حضاري قابل للجديد واشر على ذكر التاشير تفكرت عبد الطيف ابدوح نقطه مهمه جدا دابا ابدوح توبع ابدوح في خضم المحاكمه قال واحد الكلمه كان انذاك وزير الداخليه هو ادريس جطو وكان العامل هو محمد حصاد شكون الكاتب العام هو عبد السلام بكريت ما خدناش وكانت خرجت اللجنه ديال التقويم اللي قومات السعر ديال الكازينو هذه اللجنه التقويم هذا الدار عند الوالي بحكم انه رئيس المصالح الخارجيه وخرجت اللجنه ديال التقويم وقوموا هذا عقار وقوموا ب 400 درهم المترو على ذاك وكان ديك الساعه تيسواش 2000 درهم المترو ورئيس البلديه ديك الساعه بحكم انه عامل بالصرف قبل لانه واش دار؟ الجهات الوصيه هي الداخليه قومات العقار وحدت لي 400 حتى هو قبل وبعدك العقار 600 درهم المتر وهو كيدير جوج المليون في المتر تماما دابا هذه الساعه غنختم وتمات المتابعه ديالو قالوا لي قوة عفاك هذه مهمه جدا دابا واحد الارض هنا في مراكش كدير جوج المليون في الاصل المتر كيجي رئيس الجماعه كيدوزها ب 600 متر شوف الفرق ماشي من 2 المليون الى 600 متر وكيجي وزير الداخليه وكيأشر كيقبل اللي هو دري جطو والعامل محمد حصاد اللي غيولي والد مراكش والد طنجه وزير الداخليه كيقبل ملك ديال المغاربه يعني ضياع وتبديد وفي الوقت اللي كيتابعوا المتابعه رؤساء الجماعات والمنتخبين وهذه السلطات المعينه
اللي ممكن تحسم وتحمي المال العام. كيفاش انتم كحقوقيين السي محمد اللي ملي كتفسروا هذه السلطه المعينه اللي عندها التكشير وكذا، وهو ابدو يتابع فين وجدوا لا يتابع فين وحصاد لا يتابع. راه هذا هو الاشكال اللي وقعنا دابا حنايا ملي مشينا لهذا العامل السابق وقلنا ودي بنا المطالبه في تحقيق الثروات اللي عنده وكذا، مجموعه ديال المشاريع اللي كانت موضوع اتفاقيات امام جلاله الملك، وتصور جلاله الملك على السلطه في البلاد عطاوه، هي كانت مجموعه من الدواوير في خلال 3 سنوات وترصدت ميزانيه مشتركه من مجموعه من القطاعات وما تماتش. سناو قدام الملك قدام جلاله الملك ومن بعد هيكلت مجموعه من الدواوير تحت عنوان هيكلت المراكز الصعيده، الصعيده هما الجماعات اللي فاتوا 10 في نسمه. ملي مشينا للعامل شكا بيا وزير الداخليه، انا السؤال بنقول السيد وزير الداخليه السي عبد الوهاب الفتيت الله يشافيه وطول عمره، علاش جلاله الملك دابا حاليا تيتسب بعض القنوات مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب تلقاو مجموعه من المغاربه داخل ارض الوطن تيتسب، وعندي فيديوهات حتى انا درت شي كاين الرئيس النيابه العامه في شي 8 منادي واحد تيقول اش نقول لك اوصف والله يبقى فيه الحال، ودرت شي كاين ودرت عند السيد رئيس النيابه العامه قلت له هذا على سلطه البلاد اللي ما حميتوش انتم واش غادي يحميه، انا جيت عندي غيره هذا تيطعن في جلاله الملك باقباح الاوصاف والنعوت. بالتالي علاش السيد وزير الداخليه انت خليتي هاد الناس يسبوا جلاله الملك تيسبوا تا خلوش خلى ربوط ما نقولوش خلى نمشي معاك لا السيد ما خلاش واخا ما خلاش ما يخليش علاش خليتي هاد الناس يسبوا خلوش ياك هو الرئيس ديالك عندي مشمح ديال الله يخليك خص الفتيت هذه نقطه والله سيدي ما كنعرفوا ولا انا كندير واجبي الصحفي. سمعتم بعض المصادر يقال ان الفتيت راجل مزيان ولكن قال لك معاه وسط الوزاره بعض المسؤولين النافذين مسؤولين على هذه الاوضاع. انا كنقول لك بالله العلي العظيم ما سمعته حيت انا الفتيت دابا لا سمع ربما يتظلم في هذا الشيء. سيد حيت كاين مجهود في واحد المستوى كاين مثلا تماما لائحه دابا اللي كدار دابا لا في بوزنيقه ولا في عدد من الاماكن فيها. انا كان واش ما كنخافوش باش ما نظلموش كشخص لان قال لك كاين ولات بعضهم صعاب خصوصا اللي جاوا بلاصه السي على السكر وحي ربما تطروج هذه الاسماء. انا كنقول غير كل شويه ديال التحفظ ماشي كنبرر الله اعلم ولكن غير ربما الوزير باش نقولوا مثلا ما بغاش ولا ما شافش يعني شويه ربما ماشي انت قصدتي غير باش اول حاجه بعض ما بغاش ولا ما شافش ولا راه عنده الاليات راه عندك السي وزير الداخليه راه ام الوزارات وعنده الاليات وانا مواطن نشوف انت ما شتيش اللي الوزاره عندك الاليات بمعنى هذاك اللي دار فيديو راه شافوه الالاف ديال المؤسسات هي اللي معاه ما يوريهولوش غنمشي معاك بهذا الشيء قطاعات مختلفة في الداخلية وعلاش قلت لك قطاعات مختلفة لا كانوا شي بعض الولاد خايبين هذوك الولاد اللي غيجيو يقولوا له شوف هما اللي خزنوا هما اللي خزنوا وخس مثلا بالتالي ويقدر يكون شاف انا نمشي معك اسيدي كاع انا عارف اسيدي واحد واخا نمشي هما كاين شي حسابات اخرى غادي نمشي واحد القضية اخرى شحال من في العمر سمعنا وزير الداخلية شكي بحقوقي في السنوات الماضية ديال المغرب حتى في سنوات الرصاص بعلم ان الشكايه لا في هذه السي الفتيت انا سمعت العدد من الناس السي الفتيت في هذه لم يكن موفق انا ورد الشكايه راه عندك تما موقع فيها السي وزير الداخليه باش يشكي بصحابه وحقوقي وحقوقي اش وطني ملكي ولكن عرفت ولا عاوتاني واش هو ولا قدموه لا الشكايه راه موقع فيها هو السي واخا هو وبلاتي شكون اللي موقع عاوتاني عندك في هذه العقود الزياده ايوا هذا شكون موقع فيه شي رئيس جماعه عنده صفات الضابط الحاله المدنيه ايوا اخويا هذا رئيس جماعه على المغاربه انا غادي نطلب من السيد بلاتي بلاتي دابا هذا رئيس جماعه هذا رئيس جماعه رئيس جماعه ما عندوش ماشي ضابط حاله مدنيه ايوا راه موقع بلاصه ضابط حاله مدنيه ايوا هذيك راه نديرو لها الا هضرت هضر الامام محمد المادمي لا مشي نحبس الا سكت عدم تبليغ كي هذه محمد كلمه اخيره كلمه اخيره نتمنى عند الله سبحانه وتعالى تكون بلادنا دوله رائده في مجال حقوق الحريات تكون دوله في مجال الحقوق السياسيه والمدنيه تكون دوله هذا نتمنى ماشي زعما مع قلبي تعتبر قدوه في مجال الصحه والتعليم والقضاء والسكن والحقوق السياسيه وتكون كذلك دوله حق المؤسسات دولة استقرار السلطة القضائية دولة ربط المسؤولين المحاسبة لأن المغاربة عياو وأنا عييتي أنا نقول لك أنا راسي أنا عييتي صبرنا 2011 من 2011 كان متنفس زعما الحمد لله البلاد تقاد غادي ولادنا يعيشوا في واحد الأريحية وتكون واحد الدولة ديال ربط المسؤولين المحاسبة واللي شفر يمشي للحبس كان وكيل كان قاضي كان وانا درت شكايه ب 17 القاضي السي حميد البهداوي شكايه ماشي محمد المديمي 2017 درنا واحد المراسله للسيد المفتش العام ورئيس النيابه العامه والديوان الملكي
17 قاضي وهذه الضريبه ديال الاعتقال محمد المديني هذا غريب قال لك كيف القضاه في خلال لا دابا والمشكل اللي كاين ترى بحال داك منطق العصابات لا دا خصنا نتقموا منه يا ودي راه غير راه انا ما عندي تبي تعلق في بالمحاكم انا حقوقي عندي واحد عندي ايمان في هذه البلاد وما راه كاين الناس هزوا حوايجهم بالامس القريب مشاو داروا قنوات كيهاجموا المغرب ومشاو لاوروبا جا باسبور احمر تيتمشي 160 في السرعه الله يوقفوه وجينا 110 وقفوني وريقه ديالك ماشي 110 هو جي 160 لا لا شي اي نوع الباسبور احمر ولكن حنا فضلنا نعيشوا بهذه البلاد بغينا دوله حكم مؤسسات ونناضل داخل المؤسسات درنا شي كيف 17 قاضي هناك من احيل منهم على التقاعد هناك من احيل منهم على البحث واخرون عند ثروات يجي نقول والله تتخلع بالله والله وجنوا نفسي لك ثروات ديالو والله تتخلع بالله تخلع لان عندي معطيات كاين مشى منهم قال التقاعد النسبي وشاف حاله بالتالي راه ممكن قبل المصالح الشخصيه ممكن اودع خد الزياد غدا اتصل عن طريق شي حد تينوب عليا شي محامي ديالي ودي كتاب الرئيس الجماعه وغادي يعيطي محامي ديالو يعيط المحامي ديالي ولا يديهم ليه نبيعهم ليه ولا يبيعهم شي حد ولكن راه هادشي راه هذا هو الارهاب داخل المغرب راه مشات واحد وقت 17 لواحد مشات لسوريا من الحوز راه خفنا غدا يدخل تكررنا الواقعه ديال العكريم ولا هاد العقود زي شنو عصابه منظمه وقادو لك عقود الزياد هادو اش خصو شهاده السكنه وتصور ويقول لهم انا هو محمد بن بالعربي واخا بالتالي اسم محمد شخصيات بكلمه باقتضاب شديد نبداو بمحمد مبدع شي كلمه في حقه محمد مبدع مبديع حديث الساعه محمد مبدع تصفيه الحسابات ومحمد مبديع نتمنى بريء ما نقولش بريء لان انا قلت تصفيه الحسابات باش الجمهور يفهم انا نقول واحد القضيه محمد مبديع المحكمه تبرؤه ودينه لان السلطه ديال المحكمه تماما ولكن محمد مبديع عرف باختلالات في قبل صالح وبركمات ثروات معينه حتى ان باقي نستحضر واحد الخطاب ديال مكيلان قال لك وظف واحد الوقت وزيد 600 مليون وكاين مقالات تكتبوا ماشي شكون يوظف؟ بالكيران كان شي مقال في صحفي قريته العهده على صاحب المقال ماشي انايا توظيف واحد الوزير ب 600 مليون يعني هو حط 600 مليون انا ما تنقولش محمد مبديع ما يشاع تنقول مقال صحفي قريته تكتب مقال صحفي تكتب مقال صحفي شكون يدير 600 مليون وفق المقال وفق المقال تيقولوا ان تم التوظيف ديال واحد تعيين وزير واضحه واضحه 600 مليون غير وفق ذاك المقال شكون اللي استفاد من ديك 600 مليون انا ما خلاوا المهم مقابل التعيين اذا انت كتقول كان اختلاف في الفكر كان مراكمات في نفس الوقت كاين تصفيه حساب ومراكمات ديال الثروات لان تنعرفوا ان اللي سرق هذا هو السؤال اللي تنطرح دابا مع جميع الاصدقاء ديالي ومجموعه ديال النخبه دابا قبطوا دابا غدا او اليوم قبطوا شي جوج الناس مخروا واحد الصاك مخروا مخروا صاك مخروا هي صاك سرقوا جوج دراري صغار عندهم 17 سنه او 20 او 30 سرقوا واحد التليفون تيشدوا بالسرقه من غصوفه تيجيبوهم تيعطوا 10 سنين في الجنايات في حاله متابعه بحال الاعتقال راي الجماعه متابع بجنايه وتبديد المال العام بالمال العام واختلاس وصير ضيف سرق صاك وصار تنقول لك اما الدار فارق مدي راه كون فان الدور على الملاير ديال الدوله مشات اكثر من 90 مقاول استمعت لها المصالح الفقه الوطنيه وسير تما قعدنا وعاود تقدم الانتخابات وقبض المنصب راك عبدوح راك الرئيس رئيس لجنه التشريع في البرلمان وهو مدام خمس سنين بلاتي كما كما مبدع بحال مبدعي كان رئيس لجنه العدل تماما هو شكون هو؟ هذا عبدوح وكان وقيل علاش هاد المتابعين كيمشيو ديك اللجنه بالضبط؟ لانه يتحكمون في كيتلاقاو مع الوكيل العام ميزانيه شوف ميزانيه ديال النيابه العامه يتحكموا يتحكمون في ما هو مادي او مالي ويتحكمون فيما هو تشريعي رئيس اللجنه التشريعي هو اللي كيبرمج الجلسات هو التشريعي التشريعي جميع قوات الشرع دوز اللجنه بالتالي تولي على خاطر محمد ناكيل هذا اسم رئيس جماعه رئيس مقاطعه مولاي يوسف بن علي سمعنا عليه محمد ناكي واذا سمحت لي طبعا السي محمد سمعنا عليه بعض المعطيات ومحكوم بثلاث سنين تماما مدان بثلاث سنوات سنين وخرج عليه واحد الروايه وحنا تطرقنا له وجينا له واحد النداء وسمعنا عليه بزاف الهضره احنا ما نقدروش نتهموه بحكم انت كحقوقي في مراكش شي كلمه بدون تجريح بدون نشاطه السياسي ما هو الا كان راجل مزيان قلنا راجل مزيان انا ما لا سمح لي يا سي حميد واش اللي ما قلتش
هذا هو عينة كباقي العينات السياسية، عينة سياسية تظهر وقت الانتخابات ومعروفة بأخطبوط في مراكش قابتين الغارديانات قابتين المقاطعات ماشي وشعرها ولي قابتين مجموعة هذه القطاعات في هنايا. وبالتالي للأسف لافيد هو ماشي لافيد هو إنسان عادي، ولكن كان واحد اللوبي في مراكش تيهمن على ما هو اقتصادي واجتماعي. ونشير لك واحد الخطورة في العمر خطيرة الواقع هذه، أول مرة شوفت المغرب أن تكون وزير في قطاع معين تلقاه رئيس جهة تمشي وين دخلوش رئيس حكومة ورئيس جهة، تمشي وين عبد اللطيف وهبي وزير ورئيس جهة، تمشي وعند جماعة رئيس جماعة عمدة عمدة أي عمدة عمدة ماشي رئيس جهة عفوا العمدة، تمشي وعند وزيرة التعمير زهراء تماما هي وزيرة وعمدة. بالتالي هالمنطقة ديال العمدة غادي 607 مليون تقبلت من العمودية من والمنطقة ديال الوزير عنده 7 مليون تعويضات هنا وتعويضات هنا. بالتالي كي غير جوج تعويضات هذا حقه ما كاينش يقول حقه ميزانية العملية ضروري يكون عنده وحدة وحدة غتمشي له ياخذ بجوج ياخذ بجوج لان تجي من الجماعة العملية ديال دابا وهذيك تجي من الوزارة ناقشوا غير وزارة هذه وزيرة شوف غير الوزارة بمشاكلها في المغرب ديال عشان نقول لك هذا هو بالقصير وقت تجي عمدة مراكش واش غادي مثلا نقولوا في الدورة الميزانية واش غيمشي رئيس الحكومة ويقعد مثلا في مدينة فيها هو عمدة ويناقش معاهم الميزانية ديال 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 العمدة وخصو علينا يعتبر عام بالصرف دابا وزير العدل راه عام بالصرف. آخر اسم عبد اللطيف أبدوح. عبد اللطيف أبدوح حتى هو من الناس اللي يسير واحد الشأن الآن في وقت مضى هو كان عضو كان عضو فاعل كان عضو فاعل واحد الحزب حزب الاستقلال الاستقلال حكم حتى هو بعقوبه ديال 5 سنوات ما ظلموش المحكمه اسمو لا خلي خلي المحكمه ما يروش شعبية مراكش عنده شي صيت عنده شي تعاطش ابدا بالعكس كاع زمرة الفساد والله ما عنده بالعكس المراكشي كلهم تيطالبوا بفتح تحقيق المراكشي كلهم تيطالبوا بفتح تحقيق في الثروات لا ديال الكوكاب ميزانيه ديال الكوكاب هذه النادي الكوكب فرقات اللي مشات الميزانيه ديالتها وتكالت من مجموعه ديال اللوبيات ولا الجماعات ولا المقاطعات كاين لوبيات راه هنا في مراكش راه شماليه مبدعين كاين مبدعين كثار وكلمه واضحه كيشفر عندهم اموال ما كانش عندهم الباح والو حتى عبدو ما كان عنده والو عبدو ما كان عنده كان عنده والو هضر مع دابا يقدر يكونوا الناس كيبيعوا كيتاجروا انت ما فراسكش مثلا ولا ما عندكش مواطن هي لو ما تيعرفوا تاجروا انا ما تنعرفش وانت ما تعرفش ولا ورثوا هي ما ورثش شغل يخليك كانت مراكش مدينه ديال البهجه ومدينه ديال السياحيه ومدينه مراكش مدينه بسيطه فيها ناس شرفاء ولكن للاسف سلط الله تعالى على هذه المدينه الزمره ديال الفساد يتحكمون في رقاب العباد وهذو ما خونة الوطن وتفائلوا خير هذو ما خونة الوطن تفائلوا خير نتمنى من عند الله تعالى تكون شي إرادة سياسية نتمنى من عند الله تكون شي إرادة سياسية الله تقول امين الله يهز الغاب يا ربي امين الله يخرج العقبة معك يا ربي امين الله يخرج العقبة معك معايا انا سحبي الله يخرج العقبة معك على خير ربي يخليك سي حميد محمد شكرا لك نتلاقاوك في شي فرصة أخرى واحد السؤال أخير عفاك ولكن ما تطولش بكلمة واش نفسيا ارتحيت شوية من السجن لقيتك كتذكرش حيت انا كنعرف ديك الألم كي كتحس انا اللي كنعرف انت ما تأثرتيش بالحبس ولكن والله العظيم السي حميد أول حاجة نشكر أقسم لك نشكر المغاربة ديال خارج أرض الوطن والمغاربة اللي داخل أرض الوطن الذين آمنوا المغاربة ديال خارج أرض الوطن خذوا معارك دارية وانتقلوا للوقفات في جنيف وفرنسا وحجوا وقالوا لا للظلم والأول مرة أول مرة أول مرة تنشوفوا أن المغاربة ديال المهجر تيتعاطفوا مع حقوقي لا ودارت مسيره معاك ومسيرة خارج فرنسا وحده كانت في جنيف وحده في لوكسيل ان شاء الله في المونتاج غادي نعرضوا تماما وزعما شنو نقول لك كاين لهم تقدير واحترام وهادو شنو نقول لك امهات واخوات ما عرفوهمش ولكن امنوا بقضيتي وللاسف كيف احراج القضاء راه القضاء خصو يصدر احكام وفقا للقانون واحكام مقنعه للمجتمع كيفاش جبت محمد المديمي تبرع بدمو 50 مرة محمد المديمي الذي تربع وترعرع في سمع هذا الشيء قلناه شوف انا القضيه ديالك انت
فيما كنشوف ذاك الميغافون وخلي صاحب الجلاله اجي تشوف شوف هذه صاحب الجلاله و2013 و2011 كنقول فيها مغربيه الصحراء وكبير انا شوف كاع اللي كنقول له ملك هنا واحد والباقي شفاره ملك هنا واحد مع كامل الاسف باش دوك تيقول لك لا على مغفره لا اعترف يكون خير بغيت نقول لمصالح في قوطانيه يديروا لي انا ماذا كان مغربي تيقول لك لا 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 خلينا بوليس الفرقه الوطنيه اقسم لك بالله لا لا تنقول لك تبدي الله يخليك انا ماذا كان وطن تيقول لك لا هضر معايا في الموضوع ما يبغيكش تكتب لا عليك ملك وطني لا تما فهمتي راك غادي تما عارفين المدينه الحبشه لا شوف اول حاجه الضوء ظلمات وقلت واحد الرساله السي حميد سمح لي نقولها الله يكثر خيرك في المحكمه كنت كنت حاكم وكنت قوي اول مره نحس في حياتي انني قوي خلينا معتقل وتنشوف مي تبكي وداك الشيء وقلت لهم الظلم وظلمات يوم القيامه ورجاء لا تظلموني باسم جلاله الملك رجاء لا تظلموني رجاء شوف على ايقاع هذه وقلت الإبارة. وقلت رجال البوليس كانوا حاضرين ورايا وانا ندور عندهم قلت لهم اطلبوا من رجال الامن التي اعتبرها عيون الملك التي لا تنام رجاء اوصلوا رسالتي بلا كل ماشي مشكل شوف انبياء وظلموا عظام عادي عادي دائما في هذه الحياه هناك من يفسد الحكايه كاين الرجال وكاين عديم الضمير عديم فكل من ساهم في الام ديالك ذات صباح او ذات مساء الله غادي ينتقم لك كلمه قلت لهم رجع انا وصل رسالتي جلاله الملك الظلم وظلمات يوم القيامه حتى انك الرئيس ووكيل العام تقوي السي محمد شكرا لك سي حميد هذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه كنشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء